مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج رعاية الطبيخ. سبتي وين؟ وطلع لجوء خويا غير قبل كم يوم عبر عنا بقمالتنا وابويك ومشت خويا هذا من قد الكتل اللي اكله بس يجوز غاق يعني انه بايق له بوقه كبيره باستراليا يعني هذا ابو الاخ الفقر مضوجه وشارد من عنده صار اسبوعين هو والله يا اخوي من الكتل تقابل انعاش هسه سبتي العالم كله يدور عليه شهدت الاسابيع التي مضت اختفاء اخطر مجرم في العراق والذي يقود عصابه خطيره تتكون من مجموعه كبيره باسماء لامعه أهمها أبو الأخ بعد التحري عن سبب هذا الاختفاء تحدث شهود عيان لكاميرتنا وأكدوا أنهم رأوه في عدة مناطق وخاصة المناطق المزدحمة حيث شوهد في سوق الشورجة ورصدته أحد كاميرات المراقبة بعدها رصدته كاميرا وهو يقف قرب تمثال الرصافي مما أثار الشك لدى البعض بأن سبتي سيهرب تماثيل العراق إلى الخارج أحد شهود العيان تحدث لنا قائلا عمو بعد أيام شهد سبتي في مظاهرات الشانزليزيه وكانت لافتات المظاهرة مكتوب عليها كلا كلا أبو الأخ That was a tough day. I'll never forget it. It was probably about 1 o'clock. شاهدته في المظاهرات وهو يصرخ بأعلى صوته كلا كلا أبو الأخ وأعتقد أن أبو الأخ هو أحد أهم القادة الذين أثاروا أفكارا جديدة تتنافى مع مفهوم الحرية ثم رصدته كاميرات المراقبة وهو يتجول بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك وهنا اعتقد البعض أن سبتي سيرشح نفسه بديلاً لدونالد ترامب. لقد استغربت كثيراً حينما شاهدته بالقرب من تمثال الحرية. منظره الرث وشعره الأشعث يدل أن سبتي مقبل على خطوة خطيرة تهدد الكرة الأرضية. يبقى السؤال الذي حير الثوار والعلماء ما الذي يفكر فيه سبتي وأين هو الآن؟ وما سر هذا الاختفاء؟ وهل سيصبح سبتي في الأيام القادمة أحد أهم المطلوبين دولياً لدى الانتربول والأمن القومي؟ بس احنا لازم نلاحظ بعد معاناة طويلة قدرنا نعرف مكان سبتي مكان سبتي فعلاً مكان سري ما حد يدري به لكن احنا وبسبق صحفي ومن خلال مجموعة من المصادر اللي نملكها عرفنا بالضبط وين مكان سبتي خلي نحكي وياه هو مسترخي مثل ما تشوفون نايم هنا السلام عليكم عليكم السلام أهلا بالسلطة الرابعة شلونك سبتي؟ هلا حبيبي مرتاح إن شاء الله من الوالدية بسمح لي أقعد يمك وين معود وين؟ ها؟ وين البلازمة مالتي؟ هاي البلازمة مالتك؟ ايه هاي شقد حجمها؟ هاي 58 ماكو لو 55 لو 50 لا هاي حجمها 2 وانا 56 تشرفنا بيك الله يخليك حبيبي استاذ سبتي ابدا اسالك سؤال انت ما تعبان هنا لا الحمد لله والشكر انا مرتاح بس الذبان قاعد بالتجاوز اها خطيه ليش اكو هاي ذبان الحمد لله مثل ما تشوف عيونك زين والوضع امين هنا الوضع كلش امين بحيث انا نايم لابس القمصله بنص تموز الذباقه يعني على مود الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر حساب بحظه وبخته ببالي زين سبتي انا اريد اقعد اسولف وياك بس بالضبط يعني ما اعرف وين اقعد ببيتك على راسي بس هاي غرفه النوم حتى اللي تبوع عليها بيها اسرار خصوصيات بالحولي لا عوف الحولي تعال خلينا نحكي بالطرمه هنا اهلا والله استاذ اني يعني بس اريد اناشد الحكومه والمسؤولين هو هذا حال المواطن العراقي اوقف 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 هذا الدولخ شنو مو هذا برنامجنا احنا ما تمشي هذه حبيبي لعاد بشرفك المرشحين هسه يذكرون يجون يوزعون دجاج ويوزعون بطاطين انا بطانيه بصير لك بابا مو برنامج سياسي هذا لا تتغدى وياي سبتي احنا اني ايه اني طباب خير طباب نعم لا والدي يا ابو الاخ بس تعال تعال ولك ما انت تعال شدرت من عندي تعال نتفاهم تعال ما ندري بيها طباب خير يعني ابو الاخ تعال يا سبتي تعال يا حبيبي تعال يا ابوي
سبتي، انت تعرف برنامج المسامح كريم؟ لا، بس انا اخوي الكبير اسمه كريم، اخدمك بشي. احنا هلا هون استضفيناك. بس يا استاذ جورج، هاي الموسيقى مال مسير ربح المليون، صار عندك خبط بالبرامج. اسف سبتي باوع. من الاخير شكو، انت لازم تصالح ابو الاخ. ما صالح ابو الاخ. انت لازم تصالح ابو الاخ. ما صالح ابو الاخ. لا تصالح ابو الاخ. ليش اصالح ابو الاخ؟ يا اخي الجمهور يريد هيك. هو الجمهور قلت له اني سبتي، احنا راح نخليكم مواجهه واحده، وخلي يقول لك اللي بقلبه. رئيس لا لا والله جيت ابو الاخ. رئيس والله احبك. وين رايح؟ اقول اوب انا حظ طاحنا حظ. حظك طاح استاذ. الف رحمه على والديك. رئيس انا عفت له بالاسواق والله العظيم، اذا ما صدق اخذ التليفون خافه قبل شويه كنت احكي وياه. هسه انت ايش تريد من عنده؟ رئيس انا اريد منك فرصه اخيره. شنو هي؟ محضر له مفاجاه الاسبوع الجاي. سبتي ابو الاخ محضر لك مفاجاه، نبقى وياه بس اسبوع واحد نشوف شنو هي المفاجاه ورا هذا. تريد عوفه عوفه احلفك بالبلازمه مالتك. ابو سيده خلي نشرد. لا فرصه اخيره. لا 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 والديك ابو الاخ احبك رئيس. رجتني قدام السلطه الرابعه. شنو راحت لك رئيس؟